النادي الاهلي دائما ما يسعى ان هو يكسب كل مبارياته، كل مبارياته، لكن ان انت تكسب او لا قدر الله تخسر او تتعادل دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا، لكن كل لعيبه النادي الاهلي بتبذل اقصى مجهود علشان تكسب المباريات. فعشان كده انا بقول لحضراتكم النغمه اللي ماشيه في الاتجاه ده، انا قلت لكم كام نغمه كده كانت بتتقال خلال الفتره اللي فاتت، وقلت لكم ان احنا هنا دايما هنلقي الضوء على مثل هذه الامور، هنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل، لانه الناس مش عايزه تبقى لعيبه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي انا اسف يبقى سعيد وفرحان، عايزين يحطوهم دايما تحت ضغط. بعض من لا يشجع النادي الاهلي طبعا بيعملوا كده، بيبقوا عايزين يحطوا جمهور النادي الاهلي تحت ضغط، اصل ده دوري اي كلام. حضراتكم سمعتوا الكلام ده ولا ما سمعتوهوش؟ خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا ما بيتقالش غير كده، ما بيتقالش غير كده، ما بيتقالش غير يا جماعه ده دوري كذا، ده دوري ضعيف، ده دوري كل ده عشان الاهلي كسب 8 ماتشات. يا جماعه ما احنا في سنه من السنين كسبنا 18 مباراه، 2006 اعتقد 18 مباراه زيك زي ليفربول، وتعادلت ماتش وبعدين رجعت تكسب تاني كل الماتشات، لان كان عندك فريق قوي، فريق يستطيع في الوقت ده ان هو يكسب كل الفرق. انت الفرق اللي طبعا اقل منك، طبعا اقل منك، انا بتكلم على الفتره السابقه. دلوقتي احنا لسه الدوري فيه 20 مباراه جايه او 24 مباراه كمان جايين، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيهم، مش عارفين الاصابات هتروح لفين، مش عارفين ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الواقعيه، لكن النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاربع هيسعى، انا ده متاكد منه. الجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين ال11 اللي هيبداوا والثلاثه اللي هيتغيروا او السبعه اللي هيكونوا قاعدين على دكه البدلاء كلهم هيسعوا ان هم يكسبوا، بيكسب او ما يكسبش دي بتاعه ربنا، ولكن الكل سيسعى ان هو يكسب هذه المباراه عشان يبقى تبقى المباراه التاسعه ونصل للنقطه 27 وربنا يكرمنا بيها ونروح لمباراه مصر نصل للنقطه 30 ان شاء الله. ليه لا؟ هو ده تفكير لعيبه النادي الاهلي، هو ده تفكير الجهاز الفني للنادي الاهلي، ان هم هيسعوا بكل الطرق المشروعه ان احنا نقدر نكسب الثلاث نقاط. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني.